وللمزيد عن أزمة الرواتب في العراق وعن أثرها على المواطن العراقي معنا من عمان عبر الخط الهاتفي الأكاديمية والباحثة دكتورة هداب فالح الكوبيسي. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا مرحبا بك أستاذ. دكتورة، في الوقت الذي خرجت فيه التظاهرات للمطالبة بالرواتب وتحويل العقود، وزير التخطيط العراقي يصرح بأنه لا يمكن دفع رواتب الموظفين في العراق كاملة في حزيران المقبل، كيف تقرأين هذا التصريح؟ نعم، في الحقيقة يعني أستاذ يونس، يعني حتما وأكيد لنفكر بالموضوع بالشكل التالي. نحن كنا يعني قبل أكثر من شهرين وضحنا أن هنالك خلل كبير في الموازنة وخلل في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي لا يمكن أو لا سوف لن يتم تعويض هذا الخلل في الأشهر القادمة، وها نحن الآن في هذه المشكلة، هو في كيفية حل هذه المشكلة، وذلك بأنه فقط نريد أن نعمل على تغطية رواتب الموظفين، والتي هي بالنسبة لنا مشكلة جدا كبيرة. أكيد هي مشكلة كبيرة جدا من حيث الإيرادات المالية التي سنحصل عليها، هي إيرادات مالية لا تقارن بما كنا نحصل عليه في الفترات السابقة. كنا نعرف بسبب انخفاض أسعار النفط وبالتالي أيضا تخفيض كميات الإنتاج النفطية حسب خطة أوبيك بلس، فبالنتيجة إلى أنه إحنا سننتج كمية من 1 أيار حوالي 2,600,000 برميل يوميا. لو حتى افترضنا أنه تحت سعر 28 دولار حسب سلة أوبك قبل يوم من هذا اليوم، فبالنتيجة أننا سوف لن نحصل أكثر من 2,300,000,000 دولار. هالمليارين و300 مليون دولار هاي سوف أكيد لن تكفي لرواتب الشهر، لأن هو رواتب الشهرية تصل إلى 4 مليارات أو أكثر من ذلك بقليل. إذا إحنا عندنا أقلا فد مليارين ومليارين وشوية هي لا نستطيع أن نعمل على تغطيتها، وبالتالي تشكل لنا عجز في موازنة الدولة في تغطية موازنة الرواتب هل انخفاض أسعار النفط هو السبب وراء ذلك ومما يجعل الحكومة تؤخر الرواتب عن الموظفين؟ والسؤال هنا عن أموال الصناديق الخاصة، أين هي؟ نعم، بالتأكيد أولا يعني خلينا أروح على الصناديق الخاصة. عفوا أستاذ يونس، ماذا تعني بالصناديق الخاصة؟ تعني الصناديق السيادية أم ماذا العفو؟ نعم، بصفة عامة يعني. نعم، إذا أخذنا الصناديق السيادية فنحن في العراق ليس لدينا صناديق سيادية، هذا واحد. إذا ذهبنا إلى الاحتياطي فالاحتياطي الآن يعني هو منذ شباط كان هو في حالة تراجع منذ شباط 2020، وبالتالي يشار إلى أنه الآن انخفض بشكل كبير جدا، وأيضا لا يستوفي إلى أنه يستطيع أن يعمل على تكملة الرواتب وإلى آخره. هذا جهة. جهة أخرى إذا حسبناها على أسعار الرواتب، يعني رواتب العفو على أسعار النفط، بالتأكيد أسعار النفط لها دور كبير، لأنه إحنا الموازنة العراقية اعتمادها بشكل أساس من أول للأخير هي على أسعار النفط، وبما أن أسعار النفط التي كانت موضوعة 56 دولار وتخفضت إلى 53 دولار سعر الموضوع في الموازنة 2020، وإحنا وصلنا إلى 20 وإلى أقل من 20 دولار للبرميل، أكيد أننا سوف لن نستطيع أن نستوفي الرواتب للموظفين، وبالتالي هذا العجز سيؤثر وسيبدو بشكل واضح كما أشير من قبل المسؤولين أنه سوف يستطيع فقط يعني تلبية الراتب الإسمي وليس المخصصات. نعم. ما تأثير هذه الأزمة على المواطن العراقي دكتورة؟ أكيد هنالك أزمة جدا كبيرة، أكيد هنالك يعني القوة الشرائية للفرد أكيد ستتأثر، وبالتالي مقدار ما سيحصل عليه من سلع أكيد ستكون أقل، وبالتالي هذا سوف يؤثر أيضا على الأسواق. ويعني مجملها هي يعني البطالة الموجودة أيضا في العراق، زائدا هذا يعني العامل الذي سيؤثر على المواطن، بالتأكيد بمجموع هذه كلها سوف تؤثر على يعني على الحال المواطن العراقي وبالتالي على تبضعه وإلى آخره. نعم، أشكرك دكتورة هداب فالح الكوبيسي الباحثة والأكاديمية في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.
إلى ملف صراع النفوذ بين واشنطن وطهران، ننتقل بكم مشاهدينا الكرام، والذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز، الذي طالبت بموجبه طهران من أذرعها وميليشياتها وقف التصعيد لمنع انتفاع ترامب منه خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.